الحديدة تحجز مكانها في العمليات العسكرية، وعلى ما يبدو فقد حسم الأمر وأصبحت عروس البحر الأحمر الهدف القادم في ترتيب أهداف معركة الساحل الغربي. إذ تتحدث الأخبار عن تجهيزات كبيرة يقوم بها الجيش الوطني، منها حشد لواءين، أحدهما في ميدي والآخر على مشارف الخوخة. وضع الترتيبات على الورق يأتي بالتزامن مع مواجهات مباشرة على الأرض، فمن الناحية الجنوبية أصبحت المواجهات مباشرة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا في مديرية الخوخة أولى مناطق الحديدة مع تعز. الأمر ذاته من الناحية الشمالية التي تخوض فيها قوات الشرعية مواجهات مباشرة في مدينة ميدي منذ يومين، واستطاعت إحراز تقدم كبير في المدينة التي أصبحت مطوقة من جميع النواحي بحسب تصريحات ميدانية. لتكون الحديدة الهدف المشترك للجبهتين الجنوبية والشمالية، وذلك من أجل استكمال السيطرة على كامل الساحل الغربي. السيطرة على الحديدة يعني تحرير آخر المنافذ البحرية المتمثلين بميناء الحديدة والصليف من سلطة الميليشيا، وذلك له أبعاد اقتصادية كبيرة على الإنقلابيين الذين استغلوا الميناءين في السيطرة على المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى السوق السوداء الخاضعة لإدارتهم، بالإضافة إلى ما يحصدونه من مبالغ مالية كبيرة من الجمارك وغيرها من الإيرادات. لا تتوقف الأبعاد عند الاقتصاد، فهناك أبعاد عسكرية كبيرة تسعى الشرعية إلى تحقيقها، من أهمها إغلاق منافذ الإمدادات العسكرية للميليشيا التي كانت تأتيهم عبر نقاط عدة على امتداد الساحل الغربي. كل تلك التداعيات حتما سيكون لها تأثير كبير على الموقف السياسي والتفاوضي للميليشيا في حال تم تحرير الحديدة وتضييق الحصار أكثر على معاقل الميليشيا الرئيسة.